يلعب خطيرة، الله اكبوتو بعد تمريرة غاية في السحر والجمال والفن والحكمة والموعظة. هنا يأتي لدينا الرجل سيباستيان سوريا ليلعب كرة غاية في الجمال. ليش؟ بالكعب، بالكعب. عمل اسس. شوف هذا الاسس بالطريقة الممتازة الخيالية بكل الخبرات اختزلت لتصل الكرة لمصلحة يوكبوتو. الله، هي من البداية حلوة، وفي النهاية النيجيري يوكبوتو يسجل لقطر الهدف الأول. هل يسجل ثاني أهداف الملك الآن؟ سيبا، والهدف الثالث عشر لسيباستيان تاريخيا في مرمى السولية. سيباستيان، الله، ثاني أهداف الملك القطراوي في مرمى السولية عن طريق سيباستيان سوريا. من علامة الجزاء هنا واضح تماما. في عمل في الملك، نعم في عمل على مستوى التدريبي، على مستوى الإداري شغالين. وهنا مواجهة في 17 مواجهة، هذه كرة في الجهة اليمنى لمصلحة سعد حسين. يمرر فتفة للتخليص، الله، يفعلها مدثر مثيرا السلية. هنا يأتي البديل بعد التمريرة لفتفة. شوف داخل منطقة الجزاء بهذه الحرية يسجل لدينا محمد مدثر ويقلص النتيجة بطريقة ممتازة.